السلام عليكم يا رجاله، احلى صباح عليكم يا رجاله. النهارده السبت 14/8 بامر الله في نادي المونتينو. طبعا احنا خلاص فاضل نص ساعه على الغروب كده او حاجه، فحضرت الربله المويه دي، هنزل اخيل شويه كده وان شاء الله بالليل كده لو قعدت هشتغل على الشلاويش. هو شغال بغوص 4 متر والمكنه 6000 عندها شعر 40. الربله المويه دي هنزل اجربها، ولو اشتغلت بالليل هشتغل على الشلاتيش بامر الله بالعمر. بس البحر ايه جامد زي ما انتم شايفين كده، ربنا يسترها معانا ويرزقنا. خليكم معانا كده يا رجاله. خيلت شويه كده بس البحر عالي قوي، ربنا ما كرمنيش بحاجه بس الحمد لله. يعني هنزل اشتغل بقى على الشلاتيش بالبوصه 6 متر وسلاح 5 بكرش ورصاصه في البرك ان شاء الله كده ربنا يكرمنا. استنونا كده ان شاء الله نوريكم حاجه حلوه. رجاله اول استفتاح، رجاله الصلاه على النبي، الصلاه على النبي رجاله. الله اكبر الله اكبر رجاله، الله اكبر. الشربوشه دي يا رجاله، الصلاه على النبي. طبعا بلع السلاح ومظبط حاله، الصلاه على النبي رجاله، الله اكبر. اهو رجاله، السلام عليكم، السلام عليكم. اهو رجاله، السلام عليكم رجاله. استنونا رجاله واللي جاي احلى بامر الله. دعواتكم يا رجاله. معلش انا واقف قسما بالله على الصلبان والدنيا كحله اصلا، وسايب التليفون هنا بروح واجي. ان شاء الله ربنا يرزقنا باي حاجه ثانيه هنصورها لكم بامر الله. استنونا رجاله. النبي رجاله، صلي على النبي، صلي ثاني حته يا رجاله. ده حته في البحر، بص يعني البحر كبير قسما بجلاله الصلاه على النبي رجاله. هو اصغر من الثاني شويه بس بسم الله ما شاء الله، الصلاه على النبي. استنونا رجاله، ده اول واحد اهو، الصلاه على النبي، وده ثاني واحد، الصلاه على النبي رجاله. الله اكبر رجاله. طبعا انا شغال بالعمر وبرده شعر 40 والبوصه 6 متر ورصاصه رقم 3. الصلاه على النبي رجاله، حي ولسه جاي. اللهم صل على النبي. بص يا رجاله حاله البحر عامله ازاي. جيلك الصلاه على النبي. طبعا معايا خالي اهو، الصلاه على النبي شلاليش، الله اكبر. الله ينور يا ريس، ما شاء الله. استنونا رجاله واللي جاي احلى بامر الله. ما شاء الله، الصلاه على النبي رجاله. معايا خالي النهارده وابو شادي، بسم الله ما شاء الله. شلاليش برضه الله اكبر. الاربع رجاله والانصص، الصلاه على النبي. استنونا يا جدعان واللي جاي احلى بامر الله. منور يا ريس، احلى مساء عليك، صباح الفل عليك. طبعا رجاله اخد بطنة كده، البحر عالي قوي، فهظبط حالي كده، اشرب كوبايه شاي، اظبط حالي قبل ما الدنيا تهدى شويه كده، عشان لسه اخد غطس عافي، غطس بحريه انا مسميه ده. اول ما اخد غطس اقول بحريه على طول، فان شاء الله كده هظبط حالي وانزل. بس بسم الله ما شاء الله رجاله، الشلاغيش موجوده والله العظيم موجوده، واحجام جميله بسم الله ما شاء الله. هتشتغل على فترات بس بسم الله ما شاء الله احجام جميله، يعني بسم الله ما شاء الله. شغال طبعا بوصه 6 متر في البرك، ومعايا خالي برده شغال بجوز واسع، و برده بسم الله ما شاء الله شغال. وعند الدور السلام الجوبي اهو، لو ربنا كرم كده هنجيب مكتبتين ولا حاجه، وربنا يسهل الحال. دعواتكم رجاله كده. رجاله خلصنا صيد، كانت الدنيا شغاله بس البحر على قوي، والبرك في الدنيا ضلمه، ما عرفتش الاقي كام بركه تانيين، بس الحمد لله يعني خدنا سمك وربنا كرمنا. احلى مسا عليكم رجاله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.